عشان قصه دوري كبير، لان طبعا الاشاعات كانت كتيره جدا انه نادي ميتلند الدنماركي تملكه اسره منصور وحد من ولاد محمد منصور، وان هو ده هيكون كوبري من عشان العوده للاهلي. وطبعا احنا يعني دورنا وبحثنا، ونادي ميتلند يملكه رجل اعمال بريطاني يملك نادي انجليزي معروف اللي هو بادفورد اظن برادفورد. فبالتالي لو هو اتنقل من امام عاشور، لو اتنقل من ميتلند ممكن قوي يروح النادي برادفورد ده، مش عارفه اسمه ايه، برادفورد مظبوط؟ برنتفورد. مظبوط. اشرح لك الجزئيه دي يا استاذ لميس. ميتلاند زي اي نادي اوروبي عنده موقع رسمي تقدر الناس تدخل عليه، هتلاقي الاي سي او بتاع النادي كلاوس يعني هو الاي سي او مش عائله منصور، عائله منصور كان استثمره في نادي نورشلاند الدنماركي وموجودين رعاه برضو على الموقع الرسمي لنادي نورشلاند. الاي سي او هو كلاوس، الرئيس النادي هو كلايف كراون، فعائلة منصور يعني حتى لما على الموقع الرسمي بتاع ميتلاند مش هتلاقي ان هم رعاه مثل الاستثمارات التي حدثت يعني مع نورشلاند. صدقيني في الاول وفي الاخر يعني كان في ناس يا استاذ رميس تقول لك ايه، الزمالك وضع بند بان اللاعب لو رجع مصر يرجع الزمالك، الكلام ده مش حقيقي يا استاذ رميس، مفيش نادي اوروبي بيعمل الكلام ده. طب بس عايزين نرجع تاني، لا حقيقة ولا أصل للصحة من إن عائلة منصور تمتلك ميتلاند ده أول خطوة. كان في استثمارات في نادي نورشلاند الدنماركي. نورتلاند دي حاجة تانية، ده عشان ده نادي دنماركي، أنا بتكلم على ميتلاند عشان نبقى بدقة. وبالتالي ده بيملكه ميتلاند اللي راح له إمام عاشور، بيملكه رجل أعمال بريطاني يملك نادي بريطاني آخر في الدوري الإنجليزي. بالتأكيد بالتأكيد هي دي المعلومات الصحيحة. عقد إمام عاشور زي ما أنت بتقول بقى ما فيهوش إن هو لو تم إعادة البيع الزمالك يكون له نسبة، وما فيهوش إنه يرجع تاني. بالظبط ما فيهوش نسبة إعادة بيع، الزمالك هيبقى بيحق له وقتها نسبة تضامنية من الرعاية يعني في انتقال إمام عاشور لميتلاند. أعتقد غزل المحلة هيحصل على 2 مليون جنيه، حرس الحدود هيحصد هو الآخر قيمة تضامنية مقاربة لرعاية اللاعب. نادي الزمالك عند انتقال إمام إلى نادي آخر هيكون رسوم برضه تضامنية مش هتكون كبيرة، لكن مفيش نسبة إعادة بيع. كمان يا أستاذ لميس مفيش بند بيقول اللاعب لو رجع مصر يرجع الزمالك، خلي بالك البند ده أي كلام يا أستاذ لميس، يعني هو لو عايز يرجع الأهلي وميتلاند عايز يعمل استثمار مع الأهلي، طب ما هو هيبيعه لأي نادي تاني ويعمل الكوبري ده لو في نية للموضوع، لكن الموضوع ما فيهوش أي نية لذلك. إمام عاشور كان اتكلم يعني في دردشة كده مع كابتن محمد زيدان، وكان حتى كان عنده رغبة إن هو يخرج مباشرة للدوري الإنجليزي، وكابتن زيدان هو اللي نصحه قال له أنت تبدأ في ميتلاند أفضل، وده هيكون محطة مهمة ليك للانتقال للبريمير ليج بعد كابتن زيدان كان موجود في ميتلاند. احد اساطيري النادي واحد رموزه كان موجود في الاحتفاليه في السنه اللي فاتت، وهم كانوا خدوا رايه بخصوص امام عاشور، وكان هو تواصل مع اللاعب ونصحه في بعض الامور واتكلم معاه عن اهميه البدايه الاوروبيه من نادي ميتلاند والاجواء هناك، وكان اتكلم معاهم كمان عن مميزات امام واللي يقدر يقدمه واهم يعني ما يميزه، واتكلم في حاجات كتير جدا. نادي الزمالك طبعا مع تغيير طريقه اللعب من 4-3-3 مع فريرا ل 4-2-3-1 هيحتاج لاعب في الخط الامامي، فتوجه لتعويضه بضم احمد بالحق.